سؤال حلقة اليوم: في أي عام كان فتح مكة؟ في أي عام تم فتح مكة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة اعرف دينك على اليوتيوب، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم معلومات مفيدة. النهاردة معلومتنا معلومة جميلة جدا، هتبين لكل واحد ازاي يعرف ينجز في حياته، وانا اتعلمت كتير قوي من المعلومة دي. يقول احد الناجحين في حياتهم اليومية قبل 22 عام: تعلمت درسا مهما في صناعة النجاح، وهو ان النجاح لا يتعلق بالكميات بقدر ما يتعلق بالاستمرارية والصبر. النجاح لا يتعلق بالمجهود الضخم والهدف النهائي بقدر ما يتعلق بخلق عادة يومية سهلة تستمر معنا طول العمر. لذا قررت خلق عادة يومية ناجحة دون حمل هم النجاح ذاته. لا تشغل بالك بالحصول على جسم رشيق، بل بتخصيص نص ساعة يوميا لممارسة الرياضة. لا تشغل بالك بإتقان اللغة الإنجليزية، بل بحفظ 5 كلمات يومية. لا تشغل بالك بقراءة القرآن الكريم كامل، بل بتدبر صفحة في اليوم فقط. لا تفكر بعمل رجيم أو خسارة 30 كيلو في خلال شهرين، بل بخلق عادات غذائية صحية تستمر معك طول العمر. فالعمر ببساطة يمضي بسرعة، وحين تستمر وتداوم على أي عادة ناجحة ستفاجأ بعد عام أنك ليس فقط حققت هدف، بل وتجاوزته بأشواط عديدة الأمر الذي سيفاجئك أنت شخصيا قبل أي إنسان آخر. لنفترض مثلا أنك قررت تخصيص ساعة يوميا لفعل 3 أشياء أساسية. ركز معايا. أولا، هتقرأ ربع ساعة صفحة قرآن بتدبر. في ربع ساعة هتقرأ بقراءة تدبر في القرآن الكريم. 2، نص ساعة مشي رياضة. ودلوقتي الحمد لله البنزين غلي، فعادي لما تمشي نص ساعة بدل ما ايه تدفع الأجرة الزيادة. يبقى تاني، أول حاجة هتقرأ ربع ساعة صفحة قرآن بتدبر، تاني حاجة هتمشي نص ساعة يوميا في رياضة المشي، يبقى كده ايه ساعة إلا ربع. وربع ساعة احفظ فيها 5 كلمات لغة تانية سواء انجليزي او غيرها لتطوير لغتي واستخدامها وتطبيقها، او ربع ساعة قراءة رواية بلغة تانية. لو انت متقن اللغة انجليزي او غيره ممكن تقرأ رواية في ربع ساعة. لو انت عايز تتعلم هتحفظ كل يوم 5 كلمات من اللغة التانية. يبقى اول حاجة هقرأ ربع ساعة صفحة قرآن بتدبر او صفحتين، مشي نص ساعة، تالي اخر حاجة هتتعلم 5 كلمات من اي لغة تانية انت حاببها، انجليزي، فرنساوي، تركي، صيني، ياباني، اللي انت عايزه. ولو انت متقن اللغة دي تقرأ رواية في ربع ساعة. كده في ساعة واحدة انجزت 3 امور. ستفاجأ بختم القرآن وامتلاك جسم رياضي والتحدث بلغة العالم، وكلها ساعة كل يوم لا تقارن بضياع ساعات من يومك احيانا بدون ان تشعر بها. القضية باختصار أن الإنجاز الناجح لا يتطلب التفكير بالحجم أو الهدف النهائي، بل أن بالمجرد التفكير بهما وكيفية ختم كتاب الله وتعلم لغة وممارسة الرياضة في آن واحد قد يحبطك فتفشل قبل أن تبدأ. لو أنت حاطط في دماغك لازم أحفظ المصحف كله وأحفظ القاموس الإنجليزي وأعمل رياضة، هتمل وهتزهق. الإنجاز الناجح ببساطة يتطلب، اسمع، خلق عادة يومية إيجابية وإصرار عليها تنتهي بتحقيق نتائج مبهرة أكبر مما تتوقع. هكذا علمتنا الحياة. اعمل الكلمة دي قانون لحياتك: من يمتلك الإصرار والصبر هو الذي ينجح وينجز بالنهاية. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والله أنا نفسي اتعلمت من المعلومة دي حاجات كتير قوي، أنا هبدأ بتنفيذها من النهاردة. ساعة واحدة كل يوم هتنجز 3 حاجات
كتير مننا بيعاني منها، نفسه يقرأ المصحف ويختمه، لأن قراءة تدبر لو ختمته حتى في سنة بس قراءته إيه؟ قراءة تدبر. كتير مننا عايز يبقى جسمه رشيق، المشي نص ساعة. كتير مننا عايز يتعلم لغة تانية غير اللغة العربية، ممكن تتعلم وتحفظ 5 كلمات كل يوم، سواء من اللغة الفرنسوية، إنجليزي، تايلاندي، تركي، صيني، ياباني، اللغة اللي أنت حاببها. عادي عندك اللغة تقرأ رواية في ربع ساعة، في ساعة واحدة كل يوم هتنجز 3 حاجات ممكن تضيع ساعات كتير فيها وتزهق وتسيبها. تاني، حط المقولة دي قدامك، من يمتلك الإصرار والصبر هو الذي ينجح وينجز بالنهاية. وكما قال رسول الله: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ما تنسوش الإجابة على السؤال الحلقة: متى كان فتح مكة؟ هشوف إن شاء الله تعليقاتكم أسفل الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الحلقة من باب الدل على الخير كفاعله. دمتم في رعاية الله وأمنه. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.